الملف بتاعك يا سيف واللي سمعته عنك بيأكدوا لي انك هتقدر تقوم بالمأمورية اللي اخترتك علشانها. تحت امرك يا فندم. في حركة تهريب ضخمة ومركزة. المعلومات اللي عندنا بتخليني اعتقد انها عصابة كبيرة وخطيرة وذكية، ويمكن وراها حاجات غير مجرد التهريب. ادرس الملف ده كويس، والنقيب علي شوقي ممكن يساعدك. انا بشتبه ان الشخص ده هو مفتاح القضية. هيسافر بره بعد يومين، وانت جديد مش معروف للمهربين. نحاول يا فندم. سيف. افندم. انت كنت واخد بطولة الملاكمة في الكلية سنتين ورا بعض. 4 سنين يا فندم. ومشهور بالعنف. لكن الشغل في الإدارة دي عاوز ده مش ده. مع السلامة.
أنا حذرتك من العنف يا سيف. ليه كده؟ أنا آسف يا فندم. المهم دلوقتي أقواله كلها في التحقيق بتقول إنه بيشتغل لحساب نفسه. إيه رأيك؟ لو كان فرد في عصابة كبيرة زي ما أنا واثق يبقى أكيد كان في حد في المطار بيراقبه. كمل. التحريات بتقول إنه كان بيسهر كتير في كازينو معين. سينيور أرماندو ممكن يخدمنا مرة تانية. هم شافوه في المطار وشافوا حركاته. يبقى لو سولي له شركة بيسهروا معاه في الكازينو هيشوفوا أرماندو. هيستعجبوا ليه ما سافرش؟ طب ليه؟ ويبقى مين؟ لازم يبحثوا. وبالشكل ده الطير هيقع في العسل. Di vino italiano, grande, grazie. اسمه أرماندو بوتشيلي، بيتكلم عربي مكسر، وكيل شركة في ميلانو، اسمها طويل قوي، ما قدرتش أحفظه، أجل سفره في آخر لحظة، لأنه افتكر عملية مهمة لازم يعملها، وبيقول إن من بخته الحلو عشان يقابلني. يا ساتر، ده خواجة مبصبصاتي على الآخر. وقال ايه؟ عايزنا نروح اكمل معاه السهره في لوكاندة البرج قبل ما يسافر بكره. ايه رايك اروح؟ اقرا الجواب ده كويس يا جميل، وروح اللوكاندة اتاكد ان كان الخواجه ده نازل عندهم ولا لا. Thank you.
اللعبة الجديدة دي. حاكم كنا اتنقلنا مصر علشان كده. طب ايه دي عفت؟ وهديلي كولونيا. طب اشرب اللبن. طب هاتيلي كولونيا. طب اشرب اللبن. هشرب اللبن هاتيلي كولونيا. هلا هجيب الكولونيا. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ بصي بصي. الله الله. ايه ده يا ابني ده؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ما تقول لي كمان ايه دي وكفايه ايدك اللي وجعتك. هنا اهو هنا اهو يا اخويا. لا ومع مين؟ مع ندى سامي. تيريريتي تيتي تيريريري تيتي تيريريتي. عيب ومش عيب اللي انت بتعمله ده؟ لا مش عيب. ماما بابا تصبح على خير. تصبح على خير يا مجرم. بتشتمه علشان كشفك مش كده؟ خليهم يرجعوني الارياف تاني. طب ما تقول لهم انت بتهددني وهقطعها كمان. يا مجنونه. انا مجنونه يا سيف؟ هاتي عفت ده شغلي. انت اول واحده هتندمي. على العموم انت حره. ايوه يا اخوي اضحك عليا اضحك. مش ناقص غير انك تقول لي هتجيب لي عربيه وتعلمني السواق. يخرب عقلك. ايش عرفك يا لئيمه؟ والنبي صحي يا سيف حكايه العربيه. بس اوعي تتلمضي تاني. الشغله دي عاوزه رواقه وتكتيك. ليك عليا من هنا ورايح ابقى خرصه وعاميه وطرشه. برافو. وانزنقت كمان اتكتك وياك. شاطر. اخر كذب اخر تمثيل اخر حركات. والله مين عارف يمكن احتاج لك. انا تحت امرك. قابلت مرات سولي؟ طبعا. واديتها فلوس كفايه. عرفت انه اتقبض عليك؟ لسه. بعد اللي حصل البوليس هيفتكر اننا حنام شويه. ما هو لازم. بالعكس مش يمكن سولي يعترف لو زودوا الضغط عليك؟ ها؟ مش ممكن ابدا، ده سولي. احتمال ولو 5%. يبقى لازم نشتغل بسرعه اكتر واكتر واكتر. اسمع المرة دي سافر بنفسك انت يا جيمي. وندى كمان. ليه لا؟ خلينا نخلص من هنا. اسبقني انت على المحل. اوكي. ندى كان نفسك تبقي راقصة عالمية بمعنى الكلمة. خلاص حضرت لي التورنيه؟ في كل اوروبا. ميرسي يا مراد. يلا بقى وضبي نفسك ما تضيعيش وقت. انت محتاجة لهدوم رأس ممتازة. حالا يا حبيبي ميرسي. لا 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 تيريري 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 لا 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 لا. ندى مش عايزه فلوس يا حبيبي، عندي كتير قوي. كنت قلتي لي على بدله راس جديده الطرحه بتاعتها فيها حاجات كده. ايوه كلها ترتر وفيها فصوص الماز بس للاسف فلفل. يا ريتك تجيبيها لي المحل اخد عنها فكره. حالا يا حبيبي. ايه رايك يا سيف؟ ندى وجميل ومراد اثبتت التحريات انهم مواطنين عاديين جدا. فيش اي شبهه ضدهم. ما هو ده برضه ياكد راي سيادتك. إنها عصابة ذكية. والحل؟ الوزارة كل يوم بتسأل، عملتوا إيه؟ عملتوا إيه؟ هنراقب يا فندم. ما حصل. بس المرة دي هيكون بطريقة تانية. أنا المسؤول. تأمر لي سيادتك بسلفة 100 جنيه. يمكن أحتاج أشتري هدية لمراتي. Thank you.
حضرتك ندى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا مبسوطه خالص اني شفتك. ميرسي. تعالى تعالى ندى سامي. تعالى. تشرفنا يا فندم. ميرسي. انا شفت لك حته صوره تجنن. فين؟ في الجورنال، مش كده يا سيف؟ تشرف. عن اذنكم مراد بيه. عجبتك؟ تريشيك. امال فين الطرحة؟ برا على المكتب. فلسوا بكل اسف. طبعا مش بيرموه على الارض بعد لفتين ثلاثه، لكن برضه بتعمل لهم جو مش بطال. المدام عجبها حاجه؟ الظاهر عجبها بروش وخاتم. عظيم. والبي كمان احبها دي بحاجه تليق بيه. خاتم قيم، مصنعيه ممتازه، لكن الفص نو مومبي. يا سيدي احنا رجاله مفيش تكليف. لكن مراد يحب يخدم زباينه. لحظة واحدة، هسألك على فص عند واحد صاحبي. لقطة من بي. الصورة اللي اخدتها الخواجة اللي كان بيرقص في البيست معانا ده؟ ايوة. عايزك تكبر الحتة اللي فيها ايده الشمال. اوام بسرعة. هارد لك مومبي. الخواجة اللي عنده الفص راح مشوار. معلش ملحوة. سعادتك تسيب لي نمرة تليفونك، واول ما يبقى الفص في ايدي هتصل بسعادتك. ميرسي. يعني هو أرماندو بتشيلي؟ هو كان جاي ليه؟ كان جاي ليه؟ اسمع، فتش المحل مطرح ما كان بيلف من غير ما تعمل أي صوت. جميل، ادي احنا رقنا. يلا بقى رتب الامور واطلب لي شركه طيران اليطاليا. اوكي. ايوه يا اكسلانس، من فضلك عايز احجز تذكره رايح جاي روما في طياره يوم السبت الجاي. السبت؟ افتكر هتقوم الساعه 3 بعد الظهر، مش كده؟ مظبوط. باسم جميل فتوح. جميل فتوح. اورفار. ها جميل، ابقى خد 8 تذكرة من الخزنة وعدي خدها من اليطاليا،
وما تنساش تجيب لي معاك صورة حلوة لكلوديا كاردينالي. هتسافر النهاردة مش يوم السبت. الساعة 5، 5 بالظبط الطيارة هتقوم على بيروت، والخرصة هي اللي هتشيل العروس. لكن ده سيف عارفني. ما تخافش. مراد عارف بيعمل ايه. كلام عظيم. والاخ جميل اخباره ايه؟ خد فعلا تذكره اليوم السبت وروح. عال هناخد راحه اليوم السبت. طب الحقني بالطاوله. حبس. عاده انت بتخوفني. اما حاجه غريبه قلبي هددني يا قال. سيف بص في العربيه دي حلوة قوي وصغننة ورخيصة وايه اخر جمال. يا اختي انت اللي اخر جمال. هنشتريها امتى بقى؟ الو انا يا فندم. اهلا وسهلا. كده لا بالعكس. العنوان ايه؟ هاي هجيلك على طول. مع السلامة يا استاذ مراد. يعني مفيش طاولة. تعالي فصل الخاتم. عندك ميكروفونات تانية؟ تحت في العربية. عال قل لي يا سيف بي بليز خلي اليوم ده علشاني. مش كل يوم الواحد يقابل شخصية تستاهل. ميرسي. يا ريتك جبت المدام وابنك اللطيف. هو اسمه ايه؟ أيمن. أنا للأسف ما عنديش أولاد، بتسلى بالقراية. وسيف بي شرحه. بتفضل تقرأ بأنه لغة؟ بالعربي طبعا، أحيانا بالفرنساوي وساعات بالإنجليزي. والطلياني؟ الباسبور الجديد وتذكرة الطيارة يا جميل. اسم ميشيل خوري من فضلك يا ماركو. طيب يا سي ميشيل انزل خد تاكسي تاني وانا هروح اخد البنت. انا احب اعيش يا سيف بي. لقمه حلوه، بيت حلو، موسيقى حلوه، كاس حلو، وطبعا هلو مراد. هلو ندى. انا متاسف سيف بي ضيفنا الليله دي. اهلا وسهلا. اهلا. احنا بقينا اصدقاء خالص حتى من غير ما اعرف سيف بي بيشتغل ايه. انا وكيل حسابات بمديريه الامن. وانا جواهرجي. وانا ندى. ايه ده بدله جديده؟ لا دي شويه حاجات من خان الخليل. اصل ندى مسافره قريب عشان ولا تقول انت؟ انا جاي حال. واحنا هنتسلى بكاس خفيف قبل ما نلعب بارتيت البلياردو. امريكانو، بيتر كامباري، ليكير، تحب تاخد ايه؟ انا شخصيا هاخد فينو ايطاليانو.
Hard luck. أيوه. البنت ده صعب عليك. نحاول. بيان جوي. ده أصعب. أصعب بكتير. هلو ندى. البرفان ده جديد. عجبك؟ أوي. رائع. والموسيقى. وانتي. وسيف بيه طبعا. لا 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 لا. ده أنا يظهر هحسد نفسي. شربتوا ايه ولا هتسقوني ايه ولا تحبوا انا اقدم لكم ايه؟ سيف بيه هو اللي يأمر. لا انا شربت كفايه. لا لسه. حلك. برافو. بيلعب كويس قوي. بس برضه مش هخليه يغلبني. وحرهنك. تراهني؟ رهان كبير قوي. وانت الرهان بتاعنا يا ندى. انا يا مراد. وانت الحكم. الساعة 5 بالظبط اخر ضربة استيكا. واللي هيكون جايب ابنات اكتر هيرقص مع البريمادونا ندى. وانا كمان عايز كاس ويسكي يا ندى. بون. كمان احب هديب حاجه تليق بيه. خاتم قيم مصنعيه ممتازه لكن الفص نو بكل اسف. سيف بيبي نشن كتير قوي المره دي. فيها 50 بونت على الاقل. عايز يكسب الرهان.
ايه؟ اعصابك اتهزت على الاخر؟ الظاهر كده. انا رايح اخد كاس. مدام خلي بالك منه. انت الحكم. حاضر. علي اسمع بسرعه، عاوز حد يروح للمصور اللي صورني انا وندى في نايت كلاب ويسالهم كان مراد شاف الصوره دي ولا لا. لو كان كده اعمل اتصالات على اي مستوى علشان يعطلوا الطيارات اللي طالعه روما وبيروت ولو نص ساعه، وبديني اشاره بكلاكس العربيه. اخر استيكا. معلش يا سيف بيه، المره دي الجواهرجي كسب المديريه. ندى انا اللي كسبت الرهان، انا اللي اختار موسيقى الرقصه. مبروك. المهزوم ينسحب. يلا نروح ندور على الكنز. يلا بينا. بقولك ايه، اسحب عشان محدش يشوفنا. يلا نحفر. اوكي يلا. يلا مجدي. يلا انا ماشية. ايه اللي هينظف كل ده؟ ولا يهمك، المهم انك اتبسطت. خبينا شراب جوه التاني، غسلنا شراب بتايد بالقوه المغناطيسيه والتاني بمسحوق تاني اللي اداكي بياض عادي، اما تايد فاداكي بياض مرتين اكتر. تيجي نلعب كنز تاني؟ لا يا عم، خلينا نتفرج على التلفزيون احسن. مفيش مسحوق بياضه احسن من تايد. تحدي تقدر تحلق كده بشفرتك؟ جوابك لا، يعني لازم تحلق بجيرد فيكتور. جربها الحلاقه من غير قلق او استرد 6 جنيهات. للمعلومات اتصل على 0800 4235. جيرد ما يستحقه الرجال. ميرسي شيري. الله، ده نسي ياخد الفص. مين ده يا مراد؟ تعلمت تسألي اهو يا ندى. ما اسألش على واحد جايز كنت دلوقتي برقص معاه. انا ما راهنش ابدا على حصان يخسر يا ندى. فينو ايطاليانو. بس انت متأكد يا سيف؟ يا علي، كل الشواهد بتقول ان مراد عرف انا مين وكان بيتعمد انه يعطلني. طب ليه؟ ليه؟ لو جلت وياك هيبقى مركزنا وحش جدا قدام شركة الطيران. Thank you.
ومسميني نفسك ميشيل خوري. اه انا شوف ده انت اللي هتشوف. حسن افتح الشنطه دي وحدها. ايوه افتح افتح. قتل ميشيل خوري. ميشيل؟ ايه؟ تحب تروح لهم بنفسك في المشرحة عشان تستلم الجثة وتقول لهم دي بتاعت اخويا جميل؟ هيبقى بيني وبينك كلام يا سيف. كلام معايا انا يا ماركو. بعد ما ضيع مني سولي وجميل. تلغرافة بي. العروسة وصلت بيروت بالسلامة. مبروك. ندى. صحفيين وصلوا يا فندم. اتفضل انت. خليهم يتفضلوا.
سيف، ايه اللي جابك بدري كده؟ سيف، انت اترفدت بعد 12 سنة خدمة؟ مش ممكن، مش معقول. انت يا سيف. وبينشروها في كل الجرايد. ما تنساش انك قتلت يا سيف. والعسكري اللي بيحارب بيقولوا انت قتلت. على العموم انا جاي عشان اقول لك تعمل تظلم وترفع الوزير. يمكن. لا خلاص، انا عرفت وهدور على سكه جديده اعيش منها. ربنا معاك انت بقى عشان تقبض على العصابه من غير قتل. ده لو كنت مصدق ان في عصابه بصحيح. ده احساس، احساسك انت كظابط. حاضر، انا جاي. سعيد مبارك، يلا بسرعه اغسل ايديك على بال ما احضر لك الغدا بالصابونه يا ولد. فاهم يا حبيبي؟ انا عامله لك ملوخيه بالانارب، انما ايه، هتاكل صوابعك وراها. الله، مالك يا ايمن؟ المدرسه عاوزه مصاريف العربيه. حاضر يا حبيبي، بس لازم بكره ولا الا مش هركب العربيه تاني. هما بيتامروا على ايه؟ ما احناش عايزين عربيه. يا سلام، هما التانيين احسن مني. ما حدش احسن من حد مهما يحصل. ماما، هو بابا عمل حاجة؟ بابا؟ أبدا يا حبيبي، ولا حاجة. ده اللي عيال بيقولوا إنه عمل حاجة وحشة. هلو سيف بي، فين من شهر عشان تيجي تاخد الفص بتاعك؟ أنا جاي ارجع البروش اللي خدته من عندك. واللي عايز يرجع حاجه للجواهرجي يجي له البيت ولا يروح له المحل؟ ما هو انا يعني شوف يا سيف، انت ذكي، ذكي جدا، لكن مش اذكى من مراد. انا عارف ان ظروفك وحشه، صاحبك جالك برجليه، كان ساعات بيراقبك كده مراقبه على القد، وعرفت انك صحيح تعبان وزعلان وقرفان. انت جاي لي؟ فين الفينو ايطاليانو؟ مراد بيه، مراد بيه، هتخلي ده يشتغل معانا؟ عندك مانع؟ بعد اللي عمله؟ انت كمان هتكسب كتير من وراه. لما يسافر لسونيا في بيروت مين هيفتشه؟ ارجع مطرحك يا ماركو. سيف بيه، أفندم. أنا نظامي أدفع في الآخر. باقي شروطك؟ تعليماتي تتنفذ كلمة كلمة. في حاجة كمان؟ مفهوم. يا خبر، المرة دي بتتراهنوا مين فيكم اللي هيقتلني؟ مين مجنون يموت ندى؟ والله بقيت بخاف بعد اللي حصل. اطمنتي دلوقتي؟ اهو كده اقدر اسلم. اهلا وسهلا. اهلا. ايه
هتوحشيني الكام يوم دول. لو كان ده صحيح اقعد ما تسافرش. اعملي معروف يا عفت، كفايه اللي حصل. سيبيني ادور في الدنيا على شغلانه تليق بيا. ما قلت لك مسيرك تلاقيها هنا. وفين دول عشان اصبر؟ عندي الصيغه بتاعتي. كفايه بعت البروش عشان اتلم على حق التذكره. لكن ولا يهمك، هجيب لك احسن منها 100 مره. وانت كمان هاياك. في الغربه يا سيف. وحياتك ما تكشريش في وشي وانا مسافر. وانت كمان اللي ضارب بوز، لسانك راح فين؟ ماله؟ ما هو زعلان على سفرك يا سيف. قال يا ايمن؟ خش انت بقى، الوقت راح. اللي احجز في اول طيار راجع مصر. في ماموريه جديده اقوم بيها. خير يا مدام. تفرجيني يومين على بيروت. انا ممكن. عجبتك لبنان؟ أوي. وأهل لبنان؟ أيوة. و مدام سونيا؟ كمل. ابعدي عني، أنا اليومين دول عيش إذا بتقدر. ما أقدرش ليه؟ زنجين أنت؟ زنجين؟ يعني غني يا مصري. يعني لازم اكون زنجين. عم بتفكر بمصر؟ لا، في كلمة زنجين. بدل ما تفكر اشتغل حبيبي. قصدك ايه؟ الرسالة اللي مراد بده يبعتها معك السفرة الجاية، خدها إلك. واخون صاحبي؟ لا يا سونيا، انت لسه ما تعرفينيش. انا بعرف الحياة والحب والكيس. وحتى لو قدرت اخونه، ما له شركة هنا هيقولوله. هلا ما في شركات غير سونيا وهي معك. لو قلتيها تاني هقوله لما ارجع. بدك تقله على هيدي كمان؟ سونيا سونيا. دخيلك يا سحر النساء، عندي موعد مهم كتير وعبكرة بنتقابل. يهمنا يا مدام سونيا تكون العملة ورق كبير. قديش يا بيك؟ ربع مليون جنيه، نص مليون، مليون، اللي موجود وعايزينه هنا وبسرعة أرجوكي. طلباتك أوامر يا بيك. وما في خلاف على السعر. صودا ولا مية؟ تلج. صحتك يا بيك. بصحتك يا
أحلى سونيا. ولو يا بيك سونيا. يا بيك. يا ويلة وخوالة. اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ رجال مهم كتير ما خلاني أظبط معادي. مين ده؟ بتغير؟ قلتلك من الأول تبعدي عني، قربتي أكتر وأكتر، يبقى لازم أعرف كل حاجة. شغل. إيه هو؟ ورق كبير وكتير وإلك فيه نصيب. وما في سؤال تاني، أنا هوني كل شي بإيدي. ندى، ندى، أخبار مهمة. من سيف؟ لا، ده تلغراف من سونيا. وريني كده؟ لا، ده مكتوب بالطريقة إياها، مش هتفهمي منه حاجة. لازم في أخبار هايل. جدا جدا. أولا بتقول إن سيف كان مظبوط في كل حاجة. أنا نظرتي ما تخيبش أبدا. خلاص بقى، بعد الاختبار اللي عملتوله في الرحلة دي أقدر أفرد وياه. ولو إنها بتقول إن الواد حليوة. خلبوزة كبيرة. لكن الميزة في الست دي إن عندها الشغل حاجة والحياة الخاصة حاجة تانية خالص. شريكة ممتازة. هي دي الأخبار الهايلة يا مراد؟ الأخبار الهايلة يا ندى إن سونيا عملت اتفاقية ضخمة، وهي شخصية كبيرة قوي، صفقة العمر. هنحضر الرسالة بكل قرش عندنا، وبعد ما توصل الرسالة هسافر أنا بنفسي، وأنت معايا طبعا. خلاص يا ندى، هنسيب هنا، وبره هرفعك بإيدي على أكبر مسارح الدنيا. هتكون إيدي قوية قوية يا ندى، لو تم كل شيء زي ما أنا عايز. إيه اللي أقدر أعمله يا مراد عشان أساعدك؟ سيف. سيف؟ عايزه يبقى خاتم في صباعي. عايز أضمن إنه ينفذ الرحلة الجاية من غير ما يفكر في الخيانة. فشتك عامل لي نايم يا خلبوس من ساعة ما جيت. خد صندوق الحظ بتاعك. أيمن امسك، افتحه بنفسك، وريه لماما. ماله عفت؟ في ايه يا أيمن؟ عفت ماله؟ أصل الولاد معاه في المدرسة يظهر سمعوا حاجة من أهاليهم، و وبيقولوا له ان ابوك. عرفت. يا ترى متراهنين على ايه في السبق المرة دي؟ خبيت الفلوس كويس في البلطو يا ماركو؟ ايه صنعتي نصي مراد؟ كل ورق بخمسين ومية جنيه. طبعا انت مش قلت لي ان الزبون بتاع بيروت عاوز ورق كبير؟ ماركو ايه رأيك؟ انا عايز اشتري حصان عربي اصيل من محطة الزهراء.
احنا بنصفي اعمالنا واملاكنا في مصر ولا هنشتري مربيه؟ مش قادر تفهم يا ماركو. ده حيكون هدية متواضعة للزبون، حصان له حسب ونسب. هما بيحبوا الحاجات دي يا ماركو. والله فكرة مش بطالة مربيه. الهانم بقت البرنجي. المهم الجو كله جاهز عندك؟ جاهز زي ما امرت يا مردي. اسمع يا عواد. اي يمكن اعوز مكان متداري محدش يعرف طريقه. موجود. ومأمون؟ وانا رحت فين يا مردي؟ هما هيفضلوا يلفوا ويدوروا في السبا لحد امتى مراد بيه؟ خليه يتسلى يا ماركو. اسمعنا انت على الخيمه. خلاص كده ولا ايه؟ امري لله، انت اللي كسبت. بس انا لسه معرفتش ايه الرهان بيني وبينك. برضو انا. هرقص معاكي؟ لا هرقص لك. طب ولو كنت انت اللي كسبتي الرهان؟ ما تخافش، كنت برضو هرقص لك. مزاجي. وجوزك مين؟ مراد. لا ده مش جوزي. شركة ولا حتى دي؟ ازاي؟ انا على الهامش، اسمع ولا افهمش، واعمل ولا اسالش، وانا عايزه ايه اكتر من كده؟ معيشني ولسه. ما تعمل زي انت كمان يا سيف، هتكسبه زي دلوقتي ما كسبتني. اتفقنا؟ Thank you.
خلاص المناديل عفت؟ ايوه خلاص يا سيف. مش كان احسن سافرنا معاك؟ هستلم الوظيفه واجي اخدكم على طول. وايمن هتسيبه كده؟ بقاله كام يوم مش عايز يروح المدرسه، بعدين الولد يتعقد تبقى مصيبه. ايمن انت برضو مخصمني؟ ايمن انا برضو بابا ايمن اللي كنت دايما بتفخر بيه، مش كده؟ لا 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 لا. ايمن 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 ايمن. تسمحيلي أعكس في أول طيارة هترجع على مصر؟ في مأمورية جديدة هقوم بيها؟ خير يا مدام؟ تفرجيني يومين على بيروت. تاني يا عيني عليك. أنا مش مصدقة إني مسافرة خلاص. مش معقول مش معقول. مراد لما يوعد مفيش حاجة في الدنيا تقف قصاده. ألبرت هول، أوليمبيا، كاراكالا، أكروبول. لا 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 بسرعة، ما فيناش من كسل، عايزين نخلص ونسلم الفيلا. حالا حالا هاخد حمام وأحضر كل حاجة يا روحي يا عقلي يا كله كل حاجة. كل حاجة. مرة واحدة وما سبتيش حتة صغيرة ولو قد كده عشان مين يا مراد؟ سيف يا ندى. تخص عليك يا غيار، مش قلتلي عايزه يبقى خاتم في صباعي؟ وكان لازم تدي عشان اخد انا. مراد. خلاص يا روحي، عمل كل اللي انا عايزه، كلها كام ساعة ولا يبقاش عنده فرصة يقول لأي حد في الدنيا ان ندى بتاعتي، بتاعتي انا، حبيبتي انا. رقصت له قوي في يوم من الايام. قصدك ايه يا مراد؟ ماركو سافر وراه على بيروت، سيف قتل اخوه. انت نسيتي ماركو؟ لا، ماركو زي الجمل ما ينساش طاره ابدا ابدا ابدا. وي سونيا. ماركو كل سيربريز. كيفك سونيا؟ منيحة نشكر الله.
اشتقت لك كتير يا ملعون. انا اللي ملعون ولا انت اللي شيختي الملاعين يا سونيا؟ معك حق، شيختي الملاعين انا. اسيت وماركو، هل وصلت على بيروت؟ اه، جيت اخد بنتي وارجع مصر على طول. الرساله وصلت كامله؟ وصلت حبيبي، وهلا هبعت برقيه لمراد، بعد بكره هسلم كل شيء للبيك. يقصف عمره مليونير كازانوفا ما بيهدى حدا. بيزنس بيزنس. امال فين سيف؟ سيف هيجي الليله الساعه 11. تمرق ماركو تاخد كيس؟ لك شو خيي، لا تطول في الحكي، نص ساعه وتروح على الاوتيل. الله يخلي لي اياك. اطمني، مش هقابله. مراد بيه مش عايز حد يعرف ان انا هنا. ممكن بقى تديني المفتاح عشان لو كنت عاوز اسافر الليله ابقى افتح بشويش واخد بنتي ونسافر من سكات. مدام ندى. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا اسف اني جيت من غير ميعاد. اصل في حكايه خطيره بخصوص الاستاذ سيف. سيف؟ ايوه. ماله سيف؟ عاملين مؤامره عليه ولازم نبعت له تلغراف. اديني عنوانه وقوام. مؤامره ايه قبل؟ فهميني. اصل ماركو سافر وراء عشان. ماركو مين؟ ماركو سافر ينتقم لاخوه جميل. جميل؟ ايوه، اللي كان مسمي نفسه مشيل خوري، اللي جوزك قتله في المطار. اديني عنوانه. لا بابا ما قتلش حد. لا بابا ما قتلش حد، كلكم كذابين. ما تصدقوهمش يا ماما، ما تصدقوهمش يا ماما. انا عرفت كل حاجه. جميل عايش. الحق يا مراد، ابعت تلغراف لماركو فهمه ان اخوه عايش. قول له ما يقتلش سيف، حرام. جميل عايش. حرام. جميل عايش. حرام. يعني حرام. سيف كان متفق ويا الاداره طول الوقت، كان اذكى مني وبيمثل عليا وعرف كتير من اسرارنا. الله، الفلوس كلها معاه. معاه. الوقت ضيق، يلا نبعت تلغراف لبيروت. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه؟ الاطفال ما تكذبش ابدا، اعمل معروف. يلا الوقت بيفوت. بس يبقى خد الفلوس، يبقى خد الفلوس. المجرم القذر، القذر. لكن استني، ماركو بيراقبه، يبقى في امل، في امل، يمكن يقدر. لكن البوليس دي مؤامرة علينا. عليا انت مفيش في قلبك رحمة. بس حرام عليك، مراته مش عارفة عنوانه عشان انت حضرته. اسكتي. عايز تموت ابنك. اسكتي. اسكت انت. ما قتلش جميل وعملها خطة ويا الإدارة. ليه؟ معرفش. ليه؟ معرفش. ليه؟ معرفش. ابنه قال كده، وقلت لك إن الأطفال مش ممكن يكذبوا. يعني البوليس بيهرب لي ثروة ضخمة مجانا كده. يمكن سيف. وأنت رحت لهم ليه؟ أنا عشان خاينة. 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 أيوة يا مدام، احنا اتصلنا بالمندوب بتاعنا في بيروت، ادينا له تعليمات يتصرف باي شكل. ربنا يستر. بس ايمن عمل فينا مقلب كبير جدا. ما هو الحق على سيف، ليه يخبي عليا؟ هو انا يعني ما كنتش هعرف اتصرف؟ اهو ماركو. استاذ علي، من فضلك اعمل اي حاجه، من فضلك.
مسحوقة فين؟ استنى، الأبيض ما بينضفش غير بدور، بس الألوان لا، الألوان لا. إن كان على الألوان هو ده اللي هينفعك، وشوية خل. مصاريف تقطم الوسط. الحقيني يا زكية، النظافة مش محتاجة غير شوية شطارة. شطارة؟ بونكس لوحده للأبيض والألوان. بونكس نظافة ريحة توفير. عايز بونكس يا ريشة. هي جت اهي. معلش يا دكتور، اجيب لك في عز البرد. ما تقوليش الكلام ده يا حاجه، ده احنا اهل. علي مش عارفه ماله يا دكتوره. ما تقلقيش، بصي مبلول ازاي، ده احنا ملبسين اكتر من بنطلون. حتى لو اكتر من بنطلون، البلل ممكن يوصل لصدره، فلازم تغيريه وساعتها ممكن يبرد. يا دنايا، الحفاضه ضروري وقت النوم. ده كلكم وصحه ولادنا كوم. الجمعيه المصريه لطب الاطفال. هترجع معايا مصر. خليك بلبنان عشان تروح البيك. جالو هالبيك بخلص منه بعد بكرة وبيروح على جهنم. كدابة، انت بتلعبي معاه لعبة كبيرة وبتخبي علي. حبيبي هيدي لعبة ما إلي فيها، خلينا هون نحن بلعبتنا دخيل سمك. وين هالقنينة؟ شو هيدا؟ شو هيدا اللي عم بيعوي؟ ما بحبه، يخرب بيته. كان في اتفاق بيني وبينه ولا اوامر من خواجه مراد. تحت دولاب. افتح دولاب. بدك تاخد المصاري؟ افتح الدولاب. لا تواخذ، خبيت المصاري منك يا حضرة الضابط سيف الدين مختار. هلا من ساعتين اجا تلغراف من الخواجة مراد. شو كان بدك؟ بعطيك كل شي من شان ساعة غرام. وهالليلة كانت طعمتها كتير ما حلوة. انت بدك تفتش على البيك وانا عم بتخانق جواتي مع الشيطان تبعي. الله يلعن على الشيطان والبيك وماركو انت وكل شيء. اي ايه
وقد تقرر إلغاء أوراق النقد فئة 100 جنيه والخمسين جنيها، ويمكن للمواطنين استبدالها داخل حدود الجمهورية العربية المتحدة فقط عن طريق البنوك خلال مدة 15 يوما. والظاهر ان جمهورية مصر قد لجأت الى هذا الاجراء كنوع من الوقاية لحماية النقد المحلي. وبهذا سيداتي سادتي تنتهي نشرة الاخبار. الو، ايوه انا طالب مصر. ايوه مين؟ عفت، ازيك يا حبيبتي؟ انا بخير الحمد لله. هما مش قالوا لك؟ وازاي ايمن؟ الله، انت بتعيطي؟ ايمن يا سيف ما رجعش من المدرسه لحد دلوقتي. ما انا سالت عليه في كل حته ما لقيتوش. قلت لعلي شوقي. سيف، انا حاسه انهم خطفوا ايمن يا سيف. خطفوا ايمن يا سيف. اطمن خالص يا سيف بيه، ايمن في الحفظ والصون ومعاه ندى بتونسه، وممكن يرجع لك كده. ده لو حبيت. فين ايمن؟ العنف مش هيجيب اي نتيجة، صدقني. الحكاية دلوقتي خد وهات، بيزنس، بيور بيزنس. ايه شروطك؟ انا حولت فلوسي كلها لورق كبير 50 و100 اللي اتلغى. الفلوس كلها هنا في بيروت، ولازم ترجع مصر تتغير من البنك قبل نهاية 15 يوم اللي حددوها، وإلا حيروح علي المبلغ، وده 1,000,000 جنيه. سامع؟ 1,000,000 جنيه. انت عارف انهم صحيين خالص في جمرك اليومين دول؟ مش ممكن حد يدخل البلد عملة تهربت منها، وده مبلغ كبير. انت اللي تقدر يا حضرة الضابط، وإلا هضطر ارتكب اول جريمة قتل في حياتي. قد انهارت السوق السوداء للجنيه المصري، واصبحت اوراق 100 جنيه تعرض في روما وميلانو بسعر 35 جنيها، والسعر ينخفض كل ساعة.
ولقد تقرر اختصار مهلة استبدال الأوراق فئة 100 جنيه والخمسين جنيها حيث تنتهي غدا في تمام الساعة 5 بعد الظهر، ويعتبر هذا القرار ضربة قاضية للمهربين. أبا هي وخبريني يا أبو يا علي، قاتل يا زينة يا عيني علي، قاتل يا زينة يا عيني. وكإنذار أخير على سيف أن ينفذ ما يطلب منه، وإلا سيقتل أيمن فورا بمجرد انتهاء مهلة تغيير الأوراق النقدية في 100 جنيه و50 جنيه. اتفضل، المهلة هتخلص بكرة. حاضر يا فندم، مع السلامة. الفلوس في الشنطة دي. يا عيني عليك لما تبقى براتيك. والسفر في طيارة بعد الظهر. طيارة الصبح أحسن يا سيف بيه. بعد الظهر. أوكي. ماركو. أفندم. تسبقنا أنت على مصر عشان توضب كل حاجة، وخد البنت معاك. أوكي. أنا حونس الكابتن وهو راجع. أمرك. سونيا. أنت هبعتلك تلغراف عشان تيجي مصر تاخدي نصيبك. مثل ما بدك مسيو مراد. سيف، هيدي ليلة الوداع؟ يمكن. يا عيني عليك. عواد. ايه. انت تفضل تحرسهم بنفسك. بنفسك. واذا جالك حد ومعاه الميدالية دي سلمهم له. بص لها كويس. طيب. واذا ما حدش جه لحد الساعة 5 و10 زي ما قلت تسيبهم وتبعد بعيد بسرعة. القنبلة هتنفجر الساعة 5:30 بالظبط. 5:30. روح هات الشيشة بقى عشان تعمر دماغك. ايه نعمر. الطيارة وصلت يا فندم. جاهز الأختام.
اهلا يا عزوان. اهلا 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 اهلا. وحشتي جدا. انت اللي وحشتني. فينك يا راجل؟ فينك يا ابن الحلوه؟ اهلا اهلا. فينك؟ في قهوه بقى؟ لا عندي شو شو. في قهوه؟ هرجع تاني. قهوه؟ هرجع. طيب يا حبيبي. اتفضل يا فندم. مظبوط زي ما اتفقنا؟ ماركو نزلها عند اول الطريق واديها الميداليه والعنوان. العنوان عندك في الورقه. متشكره قوي. ادي العنوان والميداليه. تضحك ليه؟ اصل ظبطت القنبلة على خمسة مش خمسة ونص. فهمت عواد؟ قلت له يستنى للساعة 5:10 عشان نخلص منه هو كمان. ما فيش حد جايب الميدالية. اثبتنا. طب الحاي خدي لك نفسين. اشرب بقى جميل. يلا بقى اشرب. يلا انت واحنا لينا ربنا. كده هم مش عارفين اللي هيجيب الميدالي. هيجيب البوليس معاه؟ يظهر خلاص ما بقوش محتاجين لك. ولا عايزين يهربوا من المكافأة بتاعتك. مش كده يا عواد؟ مش كده؟ ها؟ ولادي لا بالش. Thank you.
مش متهربة يا سيد مراد، اتختمت في الجمرك. ازاي وامتى؟
الحبل بتاعها وهي فكت في الحبل بتاعي. قمت ندى زل على التليفون. ايمن ازيك يا ايمن؟ ازيك يا حبيبي؟ ازاي ماما؟ وانا كمان كويس قوي وماما عارفه جنبي.